الخيبري ياخذ جائزة أفضل لاعب. أوه خلاص ايه كذا دوب أقول جائزة الحسم الخيبري أخذ أفضل لاعب صراحة، استحد يعني اللي اختار سامي الخيبري صراحة أهنأك، يستاهل ها؟ بس أكيد سمعونا وبعدين أعطوه يستاهل والله يستاهل صراحة يا سامي، يستاهل على موسم كامل قدم مستوى كبير على موسم كامل، ولا أحد كان يتكلم عنه ولا ياخذون منتخبات ولا أحد داري عنه ولا ياخذ، هذا اللي تفرح له فرحة عظيمة، وهذا اللي تكلم عنه لفترات طويلة بعيد عن الإعلام، هذا من المقهورين يعتبر، والله برافو يا سامي، برافو يا بطل. شوف عارف ليش؟ شوف ترى الإنسان لما يحفز ترى يطيح، صح. هذا ما طاح، هذا مستمر ترى من 3 4 سنوات هو في المستوى هذا ما شاء الله عليه وأعلى وبيزيد، فعشان كده تفرح صراحة بكل أمانة.